أسألكم بالله أخواني متابعين عامة في الجمهورية اليمنية خاصة محافظة الجوف قبائل الجوف كافة، شاركونا هذا المقطع، وصلوا هذه الرسالة اللي مليانة كلها ألم جرح مشاعر. شوفوا الناس والله يا هذا الصورة، والله العظيم منها كلها ألم في ألم. الناس افتحوا الطرقات، افتحوا على الضعف المساكين يوصلوا لعيالهم أبنائهم أطفالهم بناتهم نسوانهم أمهاتهم في انتظارهم، أغلبهم ما عاد يوصل ولا عاد يبقى معه حاجة. يا أخوان الله يسعدنا وياكم، شاركونا هذا الهاشتاج، أسألكم بالله الله يكتب أجرنا وياكم جميع باسمي وباسم كل الشعب اليمني. أسأل الله جل في علاه أن ينفع به إن شاء الله. يا رب حسبنا الله ونعم الوكيل. الشعوب تنادي بنهضة اقتصادية وبنية تحتية وتعليم ومطارات، وإحنا الشعب اليمني ندور طريق آمن نقزع داخل بلادنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا أول واحد متضرر من صحراء الجوف، أقسم بالله العظيم جلست فيها أسبوع، لولا ستر الله أنا رحت فيها. حملت سيارتي فوق دينا وعبرت الصحراء، والله 6 نقاط أمامي، 3 تبع الشرعية و3 تبع الحوذة. واحدة من هذه النقاط كانت تبع الشرعية، والله ما مرينا إلا مبلغ مالي. قال له صاحب الدينا أنا عملت أبو أجر طلعته كان بيموت، قال رجعوا يموت إذا ما بتدفع الرسوم. رسوم إيش؟ قال إحنا نأمن الطريق ونصلحه. والله إنك تموت زي الكلب، ما يعطوك وجه داخل الصحراء قسما بجلالة الله. فاحنا معنا ندور شبنية تحتية، معنا نسألش عن ثروات، نشي 2 متر بس نقتبر داخله بأمان الله، ونثنين متر نتمشي فوقه. خاف الله المواطن اليمني أول ما يوصل المنفذ اليمني يبدأ يجيه الرعب والخوف، وما يمشي إلا معه 5-6 سيارات مرافقين، وبعد المغرب هذا ما يمشيش، خايف على نفسه وخايف على أهله وخايف على عياله. اتقوا الله. احنا نتكلم احنا ياسين، والله نحن الناشد وإحنا ياسين عارفين إنه ما فيش فيكم خير، لكن عل وعسى يخرج واحد منهم يخاف الله ويفعل لنا حل الطريق. طريق يا قول الحياة اللي ما تستحوا، طريق نمشي بأمان الله. الاختلاف السياسي والصراعات اللي بينكم هذه خلاص حلوها بكيفكم، كل اللي ندوره ان احنا نمشي بأمان الله، ما عنشيش حاجة منكم. اتقوا الله، خافوا الله في هذا الشعب واللي. فلذلك نسأل الله العلي القدير انه يخرج من بينهم واحد يخاف الله يفعل لنا حل الطريق. الناس تعبوا، الناس ذاقت، اقسم بالله انه يغترب 4-5 سنوات ما يتبهذل ويتقعقع زي الأربع أيام اللي يعبرين لين ما يوصل عند أهله داخل اليمن قسما بالله. يعني ما عاد تكفيش بهذلتنا في الغرب في الدول في كل بقعة، نزيد نروح بلادنا أنه كل تراب. قالتكم الله الباص هذا يصلح للصحراء، هذا صنع للزفلت، ليش أنتم قلبتوه شيء؟ ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. زيدوا جلسوا باب المنفذ، بيعوا لنا بنادق الذي نجمعها نروح نشتري باب بندق وندخل الصحراء ننعث والد والدي ما ولا المتقطعين عيال الكلب. الله لا وفقكم الذي جالسين بتفعلوا بنا هكذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. افتحوا الطريق، خافوا ربكم، رمضان الناس تجي تروح عند عيالها. ليش يفتحون لك الطريق يا مواطن يمني؟ تعال قروا. ليش بتطالب هاشتاج؟ كلكم بتطالبوا هاشتاج افتحوا الطريق، ليش؟ ما مش عارفين ايش اللي بيعاني به بتعانوه، ان انت اذا سلمت من اللغم يجي لك المتقطع. يعني زعل الذي يقول يفرح المتقطع انك سلمت، الحمد لله الفريسة حقي ما قرح شبه اللغم، ويستعطك المتقطع. واذا انت مسافر تعز الزفلت قدامك، وضروري تتزوج بنت طرزان على سب يرويك الطريق والجبال، و6 ساعات انت هو طرزان وانساب طرزان، لا ما ترجع لا بقع لا الزفلت نفسها اللي يخطيط من قدامي. ولا أسير أدور سندباد المعدي سندباد يخرجني من الصحراء. يا رجال هم عارفين إيش اللي بنعاني، إحنا شغالين بنحمل ركاب للسعودية، والله إن إحنا بنبصر في الصحراء الناس بيذوق المر. رجال سهل يتحمل هو رجال، احمد الله قدو بدل ما يسفحوك في الجبهة قد انت تموت لك في الصحراء. الرجال سهل، احنا من العوائل، احنا من كبار السن، من الاطفال، من الواحماة. حين تجي واحماة في الشهر 9 في الشهر 8 تشي تروح تولد في بلادها، خايفين من غلاء الاسعار في الغربة وتكاليف الولادة في الغربة، يجي تولدنا في الصحراء تخلف للسندباد. الله الحكم خير. ذا الحين انا اشي اعرف من بتطالبوا. انا بالنسبه لي
حين أنا عارف من بين خاطب ومن بين طالب. أنا أطالب بمقبرة مجانية، أطالب الأسعار ارفعوها يعني شوية، بس شوية لأنه باقي لنا شوية ونموت ونتوكل ونموت جوع. الرواتب قد نسيناها، ابسروا نتفرتش. أنا أطالب بنقاط اسمها نقاط الفرتشة، يفرتشوا جيوبنا، أي حاجة في جيبك يسلبوها. أطالب بممنوع الأكل، ضروري لافتات ممنوع الأكل، الأكل ممنوع. أطالب بالموت المستعجل، يا منعة شوف الموت البطيء هذا ما هوش حق الرجال. رجاء رجاء الكل، ما بين أوجهش كلامي لحد، للكل ما لا تفتحوا لنا شط الطريق. الموت البطيء هذا ما هوش حق الرجال، موت مستعجل يا منعه. والفزعة يا رجال، انشروا المقطع يوصل الله عند السفاحين المصاصين الدماء يخارجونا. هاشتاج افتحوا الطريق. ايام الحرب في اليمن كان الطريق مفتوح ايام الحرب الطاحنة، ويوم جت الهدنة قطعوا الطريق. دائما احنا اليمنيين غير على العالم، احنا نعرف ان الهدنة تهدئة الوضع فتح الطرقات، لا احنا عندنا عكس، اذا رجع الحرب فتحوا الطريق، واذا جت الهدنة قطعوا الطريق. ولا متى معاناة المغترب اليمني، ولا وايش السبب عشان يقطعوا الطريق لمصلحة من؟ حاولنا نوثق نصور معاناة الشعب اليمني، مناشدة عوائل وأسر في الصحراء تقطعات، يا فصيح لمن تصيح. والله لو نناشد ونفعل 100 هاشتاج ولا حد معطينا وجه، لا وزير تكلم لا نائب لا تصريح رسمي ولا يشاهدونا وإحنا نناشد ويقلب يقلب، ولا هو دارين عننا. لنا سنتين وإحنا نناشد، صورنا وثقنا معاناة الأسر اليمنية في الصحراء تقطعات، ولا حد معطينا وجه، حسبنا الله. في واحد يبى يسافر اليمن، قال يرمض في اليمن، والله إنه هامم الخطوط، يقول لك أنا أقتل لي في الخط. شوف شوف على كارثة، مغترب سنتين، هذا أقل واحد، يعني تخيل تتغرب 5 سنين وتروح يقتلك في الخط، ليش يعني فوق هذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله أن ربي يحشره في جهنم من كان السبب في معاناة المغترب عندما يسافر، لا أمن لا أمان لا خطوط. شوفوا شوفوا كيف الخطوط، هذا الصورة تدل لك يعني أنه هذا اللي يصير في الخطوط. الله لا سامحكم، الله لا سامحكم. تفكروا الحملة هذه النيبة توصل لهم، بس لا حياة لمن تنادي. دخلوها من هنا وخرجوها، أهم شيء هو عايش وأولادي يدرسون في الخارج، يقول لك خلى الشعب يحرق. الله لا سامحكم، الله يحشره في جهنم من كان السبب. افتحوا الطريق، افتحوا الطريق، الناس مسافرة، الناس تموت بالشوارع، افتحوا الطريق، أنا احنا مسافر نشتي نروح نزوج. افتحوا الطرواق، افتحوا الطريق، افتحوا الطريق، افتحوا الطريق. لا يا أخي والله لو هي جولة رسمية حق مزي كان حضرتمها، والله لو هي وردة كان دخلت كبس وتشير عندهم للمشاهير. ارفعوا هذا الفيديو وصلوا للناس، وصلوا للناس صوتنا. افتحوا الطريق، أنا افتح روسكم قسما بالله، لو هي جولة رسمية كان دخلتم تحضروا. لكن هذا الفيديو شوف كم يطلع مشاهدات، وشوف شوف صوتي عيصل ولا لا. سلام من الله عليكم يا رجال، إلى من يهمها الأمر، اضبطوا المتسببين في قطع الطرقات للمغترب اليمني التاعب المهاجر لوطنه. يكفينا ما فينا من كربه داخل الوطن وكربه خارج الوطن. يا جماعة ناشدنا مرارا وتكرارا بفتح فيافي وصحاري اليمن، ناس وعوائلهم والله تموت في الصحاري، وإذا نجوا من الموت حصلتهم عصابات. يا جماعة الخير ما ترونه والله باطل، إلى من يهمها الأمر، إذا فيك رحمة وفيك نخوة افعل شيء لأبنائك اليمنيين. كلنا مع حملة افتحوا الطريق، افتحوا الطريق، ولا صلحوا لنا مطار بئب، اختاروا لكم واحد من الثنتين، ولا كرعنا لكم السحاوق، افتحوا الطريق. يا جماعة الخير افتحوا الطريق، افتحوا الطريق، مسافرين الآن عطرك نسافر، الرجل جاهز، امان نرجع. يا عبد الكريم ايش ذنبنا احنا؟ ايش ذنب المغترب؟ كربه داخل الوطن وكربه خارج الوطن. عندما نفكر نعود الى الوطن، اشهد لله يا رجال اني اذكر الصحراء اني ما اشترجع بلادي. يعني اسالك بالله، يعني جرب دوق من بلادك
ايش ذنبنا احنا؟ ما قالوا الطريق. ها الرجال امانه جاهز. ايش يجي خط الصحراء لا يجي موت والله موت. والله افتح المنافذ. الله الحقه خير ما سبب لهذا الشعب بالمعاناه والقعقعه هذه. الله يحرمه نطق الشهاده بحق اليوم هذا. ومكتوب علينا القعقعه من يمن ولد لما نموت. لك هذه الغربه حقنا اللي بيقولوا مرتاحين. والله ما عايزين في بلادنا بالجوع والهيانه. حوايج صميل شو الغربه. افتحوا الطريق. افتحوا لنا الطريق تعبنا. افتحوا الطريق امشي. وعدك افتح الطريق امشي. معاه افتحوا الطريق. افتحوا الطريق. يا جماعة الخير افتحوا الطريق تعذبت الناس.